الحمد لله رب العالمين. هكذا يقول رب العزة جل وعلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، ويطلب أيضا من العباد العفو، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اعفوا واصفحوا، مش عاوزين ربنا يغفر لكم ويسامحكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عزم ألا يعطي مصطح ابن أثاثة النفقة التي كان ينفقه، ومصطح ابن أثاثة ده ابن خالد سيدنا أبو بكر، ومصطح ده أو مصطح ده هو اللي روج الشائعة عن السيدة عائشة في حادثة الإفك، واتهمها بالزنا وبالفاحشة، وأشاع في أهل المدينة مصطح ده. ومع ذلك سيدنا أبو بكر حلف ما يديله لقمة واحدة من بيته. ربنا عاتب سيدنا أبو بكر، قال له فاعفوا واصفحوا. هو عمل كده في بنتك؟ أيوة، لكن البراءة جت من عندي أنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب، أحب أن تغفر لي، والله إني لا أقطع عنه المعونة ما عشت أبدا. أيوة، من سامح؟ طيب إيه اللي خدناه من ده ولا من كده ولا من كده؟ نسامح ونعفو. واحدة ست لسه يعني قاعدة معايا أول امبارح عليها ديون 5000 جنيه، 5000 جنيه، وجعت من تاني الدور، مركبة شرايح في ظهرها وشرايح في رجلها كلها لحد ركبتها تحت، مركبة شرايح مسامير وعليها 5000 ديون، ومعاها ولد بتغير له نظارة كل 4 شهور، عنده 3 سنين ونص، وبعد 18 سنة هتعمل له تعديل نظر وكذا وكذا، يعني مواويل كبيرة. وزوجها ركب توك توك 3-4 مرات يركب مع النائب التكاتك دي، وفي الآخر خالص كل ما يركب يعمل حادثة، الناس عشان ايه؟ عشان ضعف نظره، ما بيشوفش، بيشوف طشاش، الناس ما بيرضوش يشغلوه، قاعدين في أوضة. أنا مصور الكلام ده معايا على الموبايل، اللي عايز يشوف المنظر ده بنفسه ويروح على الطبيعة يجي أنا أوريهوله، عشان تشوفوا بيوت المسلمين، عشان تشوفوا بيوت إخوانكم عايشين إزاي. ناس عايشة مش عايشة، مش عايشة زيكم، مش عايشين أصلا. الراجل ما بيشوفش، مش شبر قدامه، الولد مريض، الست نفسها وجعت من تالت دور بجسمها مدغدغ مكسر، معاهم عائلة صغيرة تاني. اقسم لكم بالله الليله اللي جات فيها مكان في بيتهم جنيه واحد يصرفوه، عليهم 5000 جنيه ديون، كل طلبات تقول عايز اسدد بس الديون، يجي اوريهم الناس اللي هم وكاتبها لي في ورقه، خد الورقه هي وسدد انت بنفسك يا عم الشيخ، عايزين حد يجي جنبنا يساعدنا. ادي بيوت المسلمين، ادي اللي وصلنا له يا اخوانا، ادي اللي وصلنا له، علشان ما فيش حد فينا بيسال عن التاني، ما فيش حد فينا بيشوف احوال التاني. اخوك ابن امك وابوك اللي اتولدت انت هو من بطن واحده كارهه، اختك كارهها، ليه ما نقفوش ونصفح عن بعض؟ ليه كل واحد فينا ما يقفش على اخوه ويسامحه؟ ليه ما بنسالش؟ ليه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل لنا؟ انتوا خير امه اخرجت للناس، انتوا افضل امه اخرجت للناس، انتوا الامه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيفتخر بيكم قدام الناس، انتوا اول امه تدخل الجنه عن الناس، انتوا اول امه تحاسب عن الناس، انتوا اللي ربنا اداكم الخيريه عن الناس، انتوا اللي كان اصولكم تبقوا اول امه. النهارده بقينا اخر الامم. منين؟ نسال نفسنا، طيب فين العفو اللي احنا بنتكلم عنه النهارده؟ فين الصفحة اللي بنتكلم عنه؟ فين التسامح؟ فين السؤال عن المسلمين؟ فين السؤال عن الفقراء والمحتاجين؟ مين النهاردة بيسأل عن واحد فقير؟ مين النهاردة بيروح لواحد فقير؟ الأمثلة كثيرة جدا، إنما المنظر اللي شفته أول امبارح ده بكاني، بكاني لما أدخل بيت واحد ألاقي حاطط مرتبة على الأرض بينام عليها هو وعياله، ادخل المطبخ بتاعه الاقي 3-4 روس توم كده
وكان بطاطساية في المطبخ كله وشوية عيش ناشفة يا اخوانا بيوت المسلمين. بيوت المسلمين محتاجة ان احنا نبص لبعض نسامح علشان ربنا يسامحنا. لو ما عفناش عن بعض هنفضل طول عمرنا كارهين بعض. لو ما سامحناش بعض هنفضل طول عمرنا في الحضيض. بيوت المسلمين محتاجة نظرة ليكم ومنكم. محتاجة ان انتوا تسألوا عن بعض. محتاجة ان احنا ننسى اللي فيه اللي سبب تفرقتنا عن بعض. محتاج ان احنا نكون ايد واحدة. لازم يا اخواننا نسامح ونعفو ونصفح. لازم كل واحد فينا النهاردة مش عارف بكرة هيبقى ايه. انت مش عارف النهاردة على الارض بكرة تبقى فين. النهاردة فيك صحتك بكرة ما انتش عارف الصحة تبقى فين. النهاردة ايدك بتتحرك بكرة ما انتش عارف هتتحرك ولا لا. النهاردة لسانك بينطق بالشهادة بكرة ممكن ينطق ولا لا. النهاردة انت عايز في عز ونعيم بكرة يبقى فيه قبر فيه دود فيه ظلمة. النهاردة بتتمتع بتاكل وبتشرب بكرة هتتحاسب على كل ده. كل نص أكلة واحدة ودي الفقير النص التانية. البس جلابية واحدة ودي الفقير التانية. أنا بقولها لكم إن خلاص خلاص الفقراء في البلد كترهم المحتاجين كتره. البيوت اللي أنا أعرفها النهاردة أقسم بالله الناس بتاخد سلف 500 جنيه عشان تسدد كل شهر 50 جنيه عشان تعمل حتة مشروع تاكل منه لقمة عيش على في الشارع. يجيبوا شوية طماطم ولا شوية بطاطس يبقوها. يا أخوانا ياما بيوت أقسم بالله ياما بيوت في المسلمين مش لاقية تتعشى. ده أنا بأقسم لكم بالله العظيم ياما بيوت مش لاقية تتعشى. تعالوا نوريها لكم بنفسكم انتوا واصرفوا انتوا عليهم انتوا تولوهم انتوا وخلوكم انتوا مع يعني آية في الأرض. تعالوا يا اخوانا والله اوريكم البيوت دي وعيشوا انتوا مع الناس دي واصرفوا انتوا عليها وشوفوهم عايزين ولا لا محتاجين ولا لا بيقدروا يدفعوا فلوس النور اخر الشهر ولا بيعملوا ايه. نايمين ازاي بياكلوا ازاي بيشربوا ازاي. ربنا ان شاء الله تعالى يصلح الفساد القلوب. ادي اللي نقدر نقوله. بس في النهايه انا طبعا اخويا وحبيبي وقرة عيني سيادة اللواء إبراهيم عبد الهادي الموجي ابن بورسعيد المدينة الباسلة نائب مدير الأمن سابقا ورئيس الأمن العام قطاع الأمن العام في المنيا وغير المنيا. ربنا يكرمه النهاردة شرفنا بورسعيد ونكل له كل الاحترام. خدم البلد خدمات جليلة جدا وله بصمات في محافظة المنيا وغير محافظة المنيا وربما يكون في محافظات مصر كلها وخدم هذا الوطن الجليل. نسأل الله جل وعلا له أن يعطيه ما يحب ويرضى وأن يكرمه دنيا وآخرة وأن يبارك في أولاده وأولاد المسلمين وأن لا يحرمه من رؤية حبيبه المصطفى في الدنيا وفي الآخرة وأن يجعل حسناته مليئة بالميزان وأن يبدل سيئاته حسنات وأن يعطيه بكل حرف قرأه أو تلاه في كتاب الله جنة ونعيما. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.